الرئيس عبد الفتاح السيسي من بداية تولي هذه المهمة ووعد الشعب المصري بالعمل، وإن الله إذا أراد خيرا بأمة فتح عليها باب العمل وأغلق عليها باب الجدل، وإذا أراد الله بأمة سوء فتح عليها باب الجدل وأغلق عليها باب العمل. فالرئيس من أول يوم بيؤمن بالعمل. ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ومنطقة بني سويف الأثرية يوجد بها أكثر من 30 مقرا للانتخابات، ترحب بكم وتستقبلكم وعلى كامل استعداد تأييدا لرئيس جمهوريتنا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نسأل الله عز وجل أن يؤلف له القلوب وأن يوحدها نصرة للحق وللعدل وإجبارا لمصرنا العظيمة. حينما نتحدث عن التأييد فنحن نتحدث عن 3 كلمات: أولا الاستقرار، ثانيا الإصرار، ثالثا الاستمرار. حفظ الله مصر، حفظ الله سيادة الرئيس. كل الدعم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلن هنا من على أرض محافظة الحبيبة بني سويف دعم والتأييد الكامل من السيدة السويفية لمعالي الرئيس البطل القائد عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة. وأؤكد مرارا وتكرارا أننا المرأة السويفية خاصة والمرأة المصرية وراك يا ريس لآخر المشوار، وتحيا مصر حرة أبية. الشعب المصري وجد في الرئيس المنقذ، المنقذ اللي خلصنا من جماعات الشر، المنقذ اللي ترسم فيه الشعب المصري من 2014 ان الخلاص على ايديه. بتثبت الايام كل يوم ان فتره الشعب المصري واختيار الشعب المصري لعبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر كانت في محلها. كل التحيه وكل التقدير لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومعادنا ان شاء الله يوم 10 و11 و12 عشان نقدم رساله بالنسبه للعالم كله ان الشعب المصري كله خلف القياده السياسيه. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.